بدأت في العاصمة الكازاخستانية أسيتانا اليوم الأربعاء اللقاءات الثنائية في إطار الجولة 11 لاجتماعات الدول الضامنة بشأن الأزمة السورية، ويجري اللقاء الأول بين ممثلي روسيا والنظام السوري في فندق ريتز كارلتون. بدأت في أستانا اللقاءات الثنائية في إطار الجولة 11 لاجتماعات الدول الضامنة بشأن سوريا، وذكرت مصادر أن تركيا والمعارضة السورية ستقترحان الانتقال من اتفاق خفض التصعيد إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بمناطق سيطرة المعارضة. وجرى اللقاء الأول بين ممثلي روسيا والنظام السوري، كما التقى وفد النظام برئاسة بشار الجعفري وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف، وعقد الوفد جلسة مغلقة أخرى مع الوفد الإيراني. ولا يتوقع المراقبون حدوث اختراق لافت في مسار التحولات التي تعد لإنهاء الحرب في سوريا، غير أنهم لاحظوا اهتمام الدول الراعية بالمحافظة على هذا المسار في غياب أي تقدم جدي في مسار جنيف. ويجري ممثلو تركيا وروسيا وإيران لقاءات كما يحصل في كل جولة بمشاركة مراقبين من الأمم المتحدة والأردن، فيما سيعقد ممثل النظام السوري والمعارضة لقاءات مع وفود الدول الضامنة والمراقبين كلا على حدة. وستتم قراءة البيان الختامي في جلسة اليوم الأربعاء، وهي الجلسة الرئيسية التي ستجتمع فيها كافة الأطراف. ولفتت مصادر سياسية متابعة إلى أن الدول الثلاث الراعية لعملية أستانا تسعى لتكثيف التقاطع حول مصالحها داخل الميدان السوري في مواجهة السياسة الأمريكية المرتبطة بمستقبل سوريا، والتي يعبر عنها المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا جيمس جيفري. ويمثل وفد المعارضة رئيس ما تسمى الحكومة السورية المؤقتة السابق أحمد طعمة، فيما يمثل النظام المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري. ويرأس المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا وفدا أمميا، وقال بيان صادر عن مكتبه إن هذا الاجتماع سيسهم في تسريع التوصل إلى نتيجة ملموسة على مسار تشكيل اللجنة الدستورية، استنادا للبيان المشترك حول سوريا الصادر في اسطنبول في 27 أكتوبر 2018 عن رؤساء تركيا وفرنسا وروسيا ومستشارة ألمانيا، والذي دعا إلى التأسيس والانعقاد المبكر للجنة الدستورية. وتحاول الدول الضامنة تضييق الهوى فيما بينها حول مسألة تشكيل اللجنة الدستورية بين الفرقاء السوريين. وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف في الكلمة الافتتاحية إن الوضع في سوريا يتحسن تدريجيا نحو الاستقرار، وأضاف أن العديد من المسائل ستبحث في الجولة 11 من مؤتمر أستانا حول سوريا، بما فيها اللجنة الدستورية واللاجئون والأوضاع في إدلب. وتستمر هذه الجولة يومين بمشاركة الدول الضامنة الثلاث روسيا وتركيا وإيران. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، يسعدني أن أرحب بضيفاي معي من بروكسل الأستاذ حسين عمر محلل سياسي، ومن أنقرة الأستاذ طه عودة أوغلو كاتب ومحلل سياسي. ضيفاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ حسين عمر مساء الخير. مساء النور. يعني ما المتوقع من أستانا ذات الرقم 11؟ الأستانا تنعقد في ظروف غير يعني ظروف الأستانات الماضية، لأن الوضع في قليل من التغيير بالنسبة للأوضاع الأقليمية بالأخص، يعني خاصة بعد فرض أمريكا عقوبات على إيران والموقف الروسي التركي الداعم لإيران، وكذلك المعارضات الموجودة على الأرض، المعارضة السورية أو ما تسمى المعارضة السورية الموجودة والتي انحصرت في إدلب، في مناطق إدلب تحديدا. هذه المعارضة الآن تبحث عن مخرج من أزمتها، لأن النظام على ما يبدو مصر، حتى لو لم تكن روسيا لها يعني موقف من هذا الأمر، لكن النظام والإيرانيين مصرين على حل موضوع إدلب أيضا وإلحاق إدلب حتى ولو إداريا أو بشكل رسمي، يعني فتح مكاتب للنظام داخل مناطق إدلب. هذا ما يمكن أن يكون بداية لانفراجات، بعض الانفراجات. أنا أرى بأن الوضع قد يؤدي إلى بعض الاتفاقيات بين الأطراف أكثر من المرات القادمة أو الاجتماعات الماضية، لأن الأزمة تعمقت أقليميا ودوليا. الآن هناك موضوع أوكرانيا، هناك موضوع كما قلت العقوبات على إيران، وروسيا تركيا إيران يشكلون جبهة في هذا الأمر. لهذا لا أعتقد بأنهم سيبقون متناقضين ومتضادين إلى الأبد كما هو معلوم. طيب، ضيفي من أنقرة أستاذ طه عودة أوغلو مساء الخير. مساء النور.
يعني في ظل التغيرات ووقع التطورات السورية والدولية والإقليمية، يعني ما الجديد الذي من المتوقع أن يقدمه أسيتانا للسوريين؟ يعني في البداية عندما تحدث عن أسيتانا، هو كما تفضلت يعني هو العدد أو رقم 11، وهذا منذ عام 2017 لحد هذه اللحظة يعقد، وهذا الاجتماع هو يأتي في ضمن المسارات التي عقدت، مسارات المؤتمرات، يعني كان آخرها مؤتمر سوتشي والقمة الرباعية التي عقدت في إسطنبول. ولكن هذا الاجتماع الذي يميزه بأنه يجمع الدول الثلاث الضامنة، وهي تركيا وإيران وروسيا. ولكن النقطة الأهم في هذا الاجتماع، هناك بنود أو قضايا مهمة وضع في إدلب، إلى حتى هذه اللحظة لم يحدث أي تغيير كبير على الوضع في إدلب، وخاصة ما يتعلق بالمسلحين وتنفيذ وتطبيق اتفاق إدلب بالكامل كما تم اتفاق بين الأتراك والروس في 17 من أيلول الماضي. طيب ما الذي يمنع تحقيق ذلك أستاذ طه؟ يعني أعتقد أن يعني تركيا إلى حتى هذه اللحظة هي لم تنجح في إنجاز هذا الاتفاق. هناك يعني كما نعلم جميعا والكل كان يقول بأن ليس المهم هو عقد أو إبرام الاتفاق، ولكن المهم هو تنفيذ الاتفاق، وهذا ما كنا نتحدث عنه سابقا. أعتقد أن هناك تحديات كبيرة أمام تركيا، وخاصة فيما يتعلق بالمسلحين الذين يرفضون إلى حتى هذه اللحظة المطالب التركية بالانسحاب وترك المنطقة. هذا ناهيك عن موضوع العملية السياسية والتحول السياسي فيما يتعلق بوضع في سوريا، موضوع اللاجئين، كل هذه القضايا سوف تكون على طاولة المباحثات والمناقشات خلال مفاوضات أسيتانا. ولكن يعني السؤال المطروح هنا، هل هذه المفاوضات والنتائج ستخرج منها، هل ستكون هي تخرج بمسار جديد للحل في سوريا؟ لا أعتقد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي غايبة عن هذا الاجتماع. طيب أستاذ حسين، يعني النقطة الذي انتهى عندها الأستاذ طه، قال لا يتوقع بخروج أي جديد يخدم الحل في سوريا، يعني بالتزامن مع أسيتانا هناك مؤتمر الحوار السوري تحت الشعار لقاء وتقدم في مدينة عين عيسى. أستاذ حسين، يعني أليس من المفروض أن يتم كل هذه المفاوضات ضمن الداخل السوري؟ أستاذ حسين؟ نعم أستاذ حسين، تكرر السؤال. طيب تكرم عينك، يعني أشرت بأن أسيتانا بنسخها 11 لم تقدم أي شيء عملي للسوريين يفيد بالحل السياسي. الآن هناك حوار سوري تحت شعار لقاء وتقدم في الداخل السوري. نعم هذا اللقاء، قوى دولية أو قوى خارجية أقليمية ودولية هي التي تحاول فرض الحلول على الشعب السوري، لكن الذي يجري في عين عيسى الآن هو لقاء سوري موجود في، كما لاحظت أنا، أغلبية أطياف المعارضة السورية. هؤلاء يمثلون عمليا جميع شرائح الشعب السوري من كافة المكونات ومن كافة يعني الطبقات، حتى هؤلاء يستطيعون التوصل إلى حل وفرض، أعتقد يعني، ونشر ذلك الحل أو محاولة فرض ذلك الحل على النظام السوري. هناك موضوع مهم جدا أحاول أن أطرحه كثيرا، وهو أن النظام هو الذي يجب أن يبادر الآن. النظام في موقع لا يحسد عليه، النظام يعتقد بأن روسيا تسانده وأن إيران ستبقى معه إلى الأبد، هذا غير صحيح. الشعب هو الذي يمكن أن يحافظ على دولة سوريا أو ما مؤسسات هذه الدولة ووجود حتى هذا النظام في الفترة الانتقالية. لهذا على النظام أن يرى بشكل آخر موضوع المفاوضات أو الحل في سوريا. في أسيتانا يجب أن أيضا نلاحظ بأن هناك تطورات أخرى غير انعقاد المؤتمر الحالي في عين عيسى. هناك نقاط مراقبة أمريكية، هذه النقاط
تركيا تراها أنها ضد مصالحها، وكذلك هناك تصريحات أمريكية تدعي بأنها ستبقى وستحاول فرض بعض الحلول على الوضع الحالي، وأنها ستتفق مع روسيا إلى ما هنالك. هذه الأمور ستدفع بتركيا إلى أن تجاري الموقف الروسي أو الموقف الإيراني في بعض الحساسيات. يعتقد بأن اللجنة الدستورية سيتم تباحثها، وهي الأهم في هذه الجولة بوجود مستورة، ويمكن أن يتوصل الطرفان أو الأطراف المجتمعة، النظام والمعارضة الذين يرعون الطرفين، التوصل إلى لجنة دستورية في هذا الأمر. لكن ذلك لن يحل المشكلة السورية، الأزمة السورية، المقتلة السورية تنحل من الداخل. طيب. وتنحل باتفاق مكونات الشعب السوري مع النظام الموجود في دمشق. أستاذ طه، الحل السوري يبدأ من الداخل السوري بحوار سوري سوري، يعني باتت المعطيات تفيد وتؤكد بأن كل هذه الدول التي اعتبرت نفسها ضامنة لاتفاق أسيتانا لم تقدم أي شيء جديد للسوريين سوى الدمار والتغيير الديموغرافي. أستاذ طه، يعني بتصوري يعني أعتقد أن يعني مفاوضات أسيتانا كما تعلمون يعني هو عندما بدأ هذا المسار كان هناك تعثر في مفاوضات جنيف كما تعلمون، وأيضا مفاوضات أسيتانا إلى حتى هذه اللحظة كما تفضلت يعني لم يقدم أي جديد، إلا فقط عملية خفض التصعيد، وما زال القصف مستمر، وما زالت الأوضاع لم تراوح مكانها، لا يحدث أي جديد. ولكن يعني أعتقد دائما في عندما يتعلق الأمر بالوضع السوري أو بوضع بلد ما، هناك وجود دول النقطة الأساسية دائما هي تتقدم المصالح قبل كل شيء، لكل دولة لها مصالحها، إن كانت تركيا، إن كانت روسيا، إن كانت إيران. يعني خاصة في مفاوضات أسيتانا نحن نتحدث عن بدء هذه المفاوضات، هذه المفاوضات هي تأتي في نعم هناك تقارب تركي روسي، ولكن هناك خلافات نوعا ما خفية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع إدلب هناك أيضا خلافات تركي روسية إيرانية، خاصة بعد الحديث يعني قبل أيام عن صفقة روسية لإخراج القوات أو الميليشيات الإيرانية من سوريا. كل هذه يعني الأمور هي أعتقد هي عثرات، ولن الخلافات هذه لن تخدم الشعب السوري، لن تخدم القضية السورية، بالعكس هي تضعها دائما هي في الواجهة، وتضع الحل دائما هو بعيد المنال. نعم أستاذ حسين، يعني هناك من يؤكد في نفس الجزئية التي سلط عليها الضوء الأستاذ طه بأن هناك محاولات دائما ومساع روسية تركيا لقطع الطريق أمام أي محاولة لإخراج سوريا من آتون الحرب، وبالأخص أن يعاد ملف سوريا إلى جنيف وقرار 2254. نعم يعني هذا مؤكد، لأن ليس من مصلحة لا تركيا ولا روسيا إيقاف المقتل السوري، هما المستفيدان الأكبر من المقتل السوري حتى الآن. إيران حقيقة تخسر في سوريا، إيران خسرت الكثير، إيران خسرت يعني ماديا ومعنويا، آلاف الشهداء الإيرانيين سقطوا على أرض سوريا، لكن تركيا هي التي تدفع المرتزقة وتقاتل بهم في سبيل تأمين مصالحها وفي سبيل الحصول على ما تبغيه، وهو عدم وجود دولة سورية قوية، هذا من ناحية، وعدم وجود حرية داخل سوريا، وعدم حصول الشعب الكردي في سوريا على حقوقه. هذه الأهداف التي يبتغيها تركيا وتحاول بشتى الوسائل فرضها، لهذا تحاول تشتيت المعارضة وتجميعها مرة وضربها ببعضها البعض، وقتل هذا الطرف بذاك، والإمساك بزمام الأمور. المعارضة الموجودة في يعني أحمد الطعمة شخصيا ليس له أي موقع في المعارضة السورية، إلا أنه يعني رجل أردوغان وينتمي إلى الإخوان المسلمين الذي تقوده أو يقوده أردوغان شخصيا. هذا يعني اللجنة التي تفاوض في أستانا حاليا هي لجنة لا يمكن باسم المعارضة، لا يمكن أن تأتي بحل الأزمة السورية مع النظام إلا إذا كان لفائدة النظام، وهذا أعتقد بأنه
من الممكن في طيب المرحلة الحالية أن يحصل لنا روسيا أيضا بهذا الشكل، لا تريد طيب إيقاف الدعم السوري لوجود، لأنها استطاعت أن تفرض وجودها وأن تصبح الدولة القوية مرة أخرى في العالم، في المنظور طيب العالمي من خلال طيب تواجدها في سوريا. أستاذ طه بدقيقة، يعني في مجمل الكلام والحديث التي أشرت إليه حضرتك والأستاذ حسين، يبدو بأن معضلة الحل في سوريا تصطدم بمطامع روسيا وتركيا. أستاذ طه، لا أعتقد في مطامع روسيا وتركيا، تركيا هي دولة جارة لسوريا، وتركيا هي قدمت الكثير للشعب السوري للثورة السورية، ولكن من وجهة نظري أن المشكلة والمعضلة هي الوجود الإيراني داخل سوريا، هناك إجماع دولي وإجماع عربي على إخراج تلك القوات من داخل سوريا. أعتقد أن المعضلة الأساسية هي وجود إيران داخل سوريا. ضيفي من أنقرة أستاذ طه عودة أوغلو، كاتب ومحلل سياسي، شكرا لك، والشكر موصول لك ضيفي من بروكسل الأستاذ حسين عمر، محلل سياسي. مشاهدينا، ننتقل إلى ملف حلقتنا الثانية.